عشان كان في حاجات هتخلص في شقه اخو زوجتي، هل قصدت من ذلك التضليل حول مرتكب الوقعه؟ عشان تصور ان انت كنت معاه يمنع. لماذا لم تذهب الى عملك في يوم 31/12 وطلبت من زميلاتك الطبيبه اسراء لمده ثلاث مكالمات ان تحضر بدلا منك؟ ما حصلش. انا مقسمين الايام في البنك، كل دكتور بيحضر يوم. جيم، لان احنا مقسمين العمل، كل دكتور بيحضر يوم. وما مناسبة شراء القفاز قبل الواقعة بأربعة أيام على نحو ما ورد باعترافك في تحقيقات النيابة العامة؟ شريت لي جوانتي يا أحمد، كان أنفذ به الجريمة.